قصة كتابي عن المسيح وكتابي عن الإمام الحسين عليهما السلام. دعتني الكلية العاملية بشخص معالي الوزير بيضون لألقي قصيدة في عاشوراء، فوعدته خيرا ولكنني بقيت 3 سنوات، وأخيرا أصر علي وأهدى إلي كتبا عن الإمام الحسين، فقرأت الإمام الحسين لم أكن أعرفه جيدا، إنما أعرف الإمام علي جيدا، وكتبت هذه الملحمة التي هي من 80 بيتا تساوي 1000 أبيات، فيها إيجاز، فيها كثافي جدا. وكان في زيارتي الأستاذ سعيد عمر، فقرأت له القصيدة، قال لي إنها ليست معجزة العصر إنما معجزة العصور، وأنا لا أكتب مثلها. قلت له أنت أعظم ونحن تلامذتك. قال لي ولكن ولو بعد 100 سنة سيقال عنك أن إنك متشيع. فقلت له إذا كان التشيع وقوف إلى جانب الحقيقة والمثل والفضائل فأنا شيعي مسيحي.